بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن إذ الكيم باقيارتنا داوني ساي ميلو الباد جوكتان كلان حيسة له كونسو دوادة برامش كيني مداشة شابه له واتضباد لها ذاها نوكاله أيات كداوتان تلفشك شابه له حرونتو تيفيقو كله يهي مغالادة عاصمة دي مقدشوه أيو برامش كو إذي كاقي مانايا وايدين سو سارا آلا بحالكنا أيات نقلس عطان وحنكو سو قادنا مسؤولين كلا قديسان ويضهنا مركاسي عن كوريسان لو وعيقة إي حالة ذاها التعقن وحتضباد كان مرتيوغا سلامر كان إقلاقيا بقادنا إيسا مروح لباند زهرة عمر مالين وكم إذا مدنياش قولها الشعبك سيدو كلا نقيبك قدق حقوق الإنسان كبرلمان كان توبانات إي سوماليا وان واحد بدن كوي دين دون الله بالحالات دا برلمان كوحيابي إسكا بدلي ولو هدا يفسح كم مقيهين بلسي أي جران إن وحياب بدن حلبان نظو أي كشاقيان وحاجرت شرعية باسقريين شرعية ولدود أي كتاقيهين هان نقوط شرعية تعديقة هوينك وهاد مدوين كي يقودن بيبا مرنو وكتاقنا إن أغهرين أيضا أيان كسو دوين أي حلبان زهرة عمر مالين كسو دوو تلفشك شبيل وما سنتين تلفشك شبيل هذا كاجم هاد علينا ناقبك وقتك كقروح ذو بدنات برامج كنا قلقي بقاعدنا يسوق وحربا أنت سؤاله يجي كلا جود قلين هرتو حلا بنات زارع عمر مالي يا واي مجا عاجز سدحان هل قاتقول على تي هير كاجي وحبرشة أنا يجي داود يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم هنقول شباب هذا بقول شو هافد ورنيكلي إلا أسكندر يسقول كحكول مية أحمر كده بيم حواش قام بلابة أنا ولي قال أسكندر يسقول كأنا ولي قال حواش قام بلابة دولة كم بلابة هي أدب حاك بلابة عقف يده و بیاره حالش که ایسته و که اند عقفیه دلیچ روس و دولت دهوره. انتان غیرای درجه حال بسیار درس کردن که نمی خواهیم بس. کدی حال کقاط و حبرش دیده سیمت هد میشه لی سیمت کلا قبیل جسناله. اول ترین لغز و شغاله. یه دیال بس بدلیس ایلا مرکو قدم بس و حیب حنیس لباس لباس سر آه جامع دامله. تیان کجرا مرکو حال تگای مر إلا أكجار أقسمها واحدة شغالها وهي أدرس أكجارها مركز دمر شغله وكتجي وقال عصير يلا بلابي وحاجة مركز صعب بلابي تبرع مش كو دبعتوي كإلى مركز بلابي راي كوي سقاش كي أقوي هنا للي يرى أو بدر يواتي جكت العادي دول دواتي بحذي مركز يتضاب حاك أور اللي ما قال لي راه أو حاك راد قدومي أرجع دورتين ورکاس حا مرکاس چرته داد کار هد او لیه هدیس بلیست کوای او بگذار کسوم ده اروه آنگا مرکو حا نو بدنال دک مرکاس سوم به جوهر یو لعاس مرکه هی ادینه حند کنین لع او وقتی بگذار بگو نقطه لب دل لع نقطه لب گرباتی نقطه آنگا داد کار نش غینه لکس اندر اسلام مرکاس که انت جوگان داد حری راهنین sida ka soo qabo urkan iid hadda oo partner nahay oo urkaas waxa markii dambe isugu nimid dadka waxa dib ha loo raro si dadka ay uga beelay ay ka soo tageen ay ugu noqdaan waxa way loo barnaamij la sameeyay mid horta waxa way xuquuq ahaan meesha xuquuq insaanka bilaab halkaas ahayd in aad qoftaan meesha iyada ay ka tib la geeyo qofkan meel uu ka imaanin inaan lagu celinin marka qoreen talyaani ha joogeen survey la sameeyay أنت حام كام قاسك جرسته الأجانا يبغي عيدو القادة يبيشو ذا التجاي وذا يشو ذا الويدين أي بكي تقولون كذا والسوق وحير مرك أي شيء كان اللي ذا كان كوحي كترسيهين مرك سالو كحير أي أخرين ده سانكو باللوني وحاجة جرس مرك وحاجة أصلا باللوني إيدا ورك هاد إيدا إيدا قدومي هيد حل ما عبد عروش عليه هذا أنا جابوا أجي أرسكوب بيد فريور لجنا أي وحي هاد معلمة جناس كذا وأنا قبل إيكو كبلون بلوني بولي بولا كبلون باس كذا كل حاجة كده بابا تي قرن كي اللي كده بيحب بركة بولي بقول لي بدي سرع أنقل حد وين شو عندك واتي تبي ودقين حلو قال لي مركة ده بحاجة شغيرة كان على ياش اسمه اسمه حيال وحاجر وصلني بعمل هيد وعندك بيهان بدي سو مال بحاجة دور تبيها يداقي بحاجة دورها لكن مركة ده بيت الحمد لله شبع ودقين حاب الله بتركز برنامج شو حنا قاعد تقولن تريان قاعد كل ما قاعد يصير راشد على السينة هاي هذا اللي وصل وين هاي حاكد بكو حاجة برنامج كا وكش غينة حد قد بيده وحنا قبل ولو قدين فرعون يا ذاك فرعون واسك الله إف جي إم كا إف كاس وفيملا جد جد متلين شو وان كاس عن قبل ولو بتيال بقول حاكم ده وحاقب تحته أو يابك الله هذا هذا وفرح سر هاي
وریاش برکات شریر شبیه ما فریگی برادری بیش شقینه ای او وینی عبد محمد بد اقلاده مچر درست درس بیه قبل حلیم عبد الشقلی را دوم معلم ده هو حاجرین قبل او حکسوم حجرین سکول امولسیاش اخ برکاتی اندسی کرده جویز کرده برکه این معلم ده ایه این آدم معنی نیست ملکه حشوری حتی ولا صورة يجاهد كأنت الجوين على الشيء جاي وحاس مالهاش الجوي وغلط كأه وحو هاي تولق هلاي وعنا سوستويل وشبيل وشغينا يهت لك سبع سؤال وإذا عمل هالنوع يعني هذا حديث كان رسولك عليه الصلاة والسلام حديث هذا بدي الدنيا وحوال قيبة الدم بقى وليس ما أخ حق إن تذكر بتعدي إلى هو نعبي وحيد كتعدي كو جو اسمه سالك ولا بحقل الرش يعني شموه شو واحد ما أحسر ليك كان معه وانو كعمل ساس بدي السعر يعني لو حين سير مركز وقت أسلوب سوق بيت أريد أسوي هو بولي سنة تي أي ديسك وحيال بدل ساس وكرت هذا أسلق بره مركز دبيت هذا حقوق هواك يعني كمل غلا سياسة أول ليلة بكي وحوي ميسك هذا الفلين وحكي ليرها ملك وحكي أنا بولي سنة قبلي نسيت هذا وكرت هذا رسوق على ميديه وإلا شغيان مركب وحيال بدر إذا كل ريس سده ده قاعي وريس ريسه هذه هذا وحصل مع بالشهر ده مركب ده بوحال هذا أرنتان أخ إن بربانك أبوين كلوا حيتين قولي وحاجرتي مدش ده حصت مركب ده بيسه أنا كمان مركب حرت وحان كقريب قال يعني اللوبين كنتي وحاجري دستور قصي قرايب مركب رشرت وقف وضعها هاي هالشيس كجيبوتي وشيخ شريف أبو الحمينة كنا قلنا واتيلا بالبحر ولا يسكت له لا بالبحر مش كده يسكت له ماشي عشان تبان كك هاي لو صدق نقضيها صدق كاس ونقش ده دي وحنا نقبله هو إن رحمن الهلا هل قبل عادي وجرت حلي بتجمع يبي بيا كجرين يا قبل خليتا كجرين أنا كأنت هنا وحامر كاس وسير كهوين كهيت فوزي محمد الشيخ الله سي ولاس كده صارت بدو نقول الله ونحرس أو سير كها عمر عبد الرشيد نحوه هاي برايم لسه كه أدق على كل حال وحاسوق الردق أرجع حاول شامع أفرم سوق ال وحان كيرني بقولك صدر 29.. عن كيرنا وأرك وجود وهر يساس هذا تصور كي على القري وصور لهم يعني حال رسمي بحو هاي تصور بنجيسي وحال نكرنا تصور كنا أسح شيء وصوروا ولا هذا بقى وبرناك الرسول جواري وحنك هاي أرجيسة سكاش يكون تصور في على القول لكن سه وان انت كل مصوب بدير كان عمر عبد الرشيد كان بركة أرمي حسن ما كان أنا إن هو إنك إيه كم من غضب بحر وطا بركة أنت اسمك لقى صوت هو إن حلب أنا إن زهرة كرمت حلب أنا ماذا نسوق شيء هل كيس كذا صوبرت ورت أنا جحنا قولي إن هو إنك نسوق لان قولي أهري وأن قاعدي وحيد أنا جب هذا ما أنك بدهن بمشي الرجع أرتان نقطه، تي كذا بيسان نقطه، وشخص أوسو جلعي عبد الله يوسف تي سان نقطه، شو أول ذا الحين بس ريت كه، وأنا وقعب قال ضاضة، وحال عدد إن لازير هلا سمي بقولك صدق إن وير إن الحلم، وحاجة تب مظل مظلش سياسة تجسته، مظل بس ريت كه واجس، بس يبغاك مظلش هالسنة بدو بيك نقطه، وحا أساس في هالمركة إن رحيل كرنا أول دود كرنا شنتي بدو شنتي بدحويين أو مركز جوجين وحس شق أو بدحويين بدو هاي وحنو صورة كشة إنا كو عدينا إلا وحياة وحكو هر أنا قبل ما كي كوي أفرت تمر هي هاي وحصو صارني إن أف كوي أفرت كاس بوس كوي عنن أصو ترتم كرنا إلا صدق كلا عن كرسينا هي بدو كدور شاد تمر على سوشي قدومي عمر عدقي أنا كاي قدومي كحي ما حكي هالدقيقة وأدنى ولا شغيس إلا صباحا وحاجة استبالي همرك بيش سدح كرسي له وأمد إليك أورسيس أنا بيش هيدا الشيقة أسكو بيلنا وحي إساس وكيت إلا سيا قبل استحال قبل يعني وحي كسو بيك أنت بيش هيدا كسو بيك بيش هيدا وحي لأما ورهن قبل كرسي اللغة كان نقولينا أنا بيلا هن حقا لي يقول ليها لك حق سو بيش يقول لي أقول ليها أنا حال كرسي أنا قادرة. إيه ده سي لسوق جديد ده لا كرسي كرتار كاسو يجي سهل وأنا لا وعوره.
دروب بدر او عاورينو وحو هاي تدو كبيدي هويلك اسكالي مقودي شو قيست هاوس ايه قروب لميده هو كالتادا لوس مريب بحا قادة در ايه قصي عاوري مدحوين عبد كرير هالشيق واكدن بيه داي قفتو هالرئيسة وحيات كود دوك بنتك يروحي بيه يسوق بسي ويلم بهاويسي مركا ايه ده قادة ودبين جوكتو مركا عرين تالك هاس عليك السوحل لكن دول ديني او كل جري هوينكا وجديد لو سوبينا هنا يدنا العاص ما دش أخ أنا كسوق قلت فدايت كاس أيوة وفضاتي نسيبونا بقول كلو عتري أفرو أنا قاعد هيسن أقل كسرة ها أقل كسرة نسيدو كلا تو يرجع قبل هنا قبل في على نو سوق قلت أنت ولا سوق قلت قبل نقل هنا هو بدل نو سوق قلت ما أدري على كل حال محمد مرت ماشي سوق شاشة وتها إن shaqsiyada marka laga soo tago haweenka baarlamaanka ayaguna qaabkay ku soo galeen culayska hadda haweenka baarlamaanka ka heestana ama idu ku heesta caqabadaha idu kugu waaweyn maxay yihiin horta waxa lagu qaybsaday waa beel beesha marka lagu qaybsaday waa ogtahay ee qabiilka wuxuu jecelay wiilka inkastoo waayay dambo hadda dagaalada dhaceen oo banaanka loo wada baxay ee gabdhaha wax badan lahayd haddana waxaa moodaa in la iloobay arrintaas abaartii laga soo baxay jiilaalka dheeraa laga soo baxay dowladda timid marka maba loo baahnaba gabadha waxaa laga yaabaa markaas gabadhii odagay gabar qabin inuu ahayd muxuu ahayd gabadhu sadog u yahay arrinta marka anaga baarlamaanka soo gelitaankiisa waatan kuu sheegay marka hore waxay ahayd axdii ku beergaarka 414 aan umalayna anay ahayd ma soo gelin 14 soo gasho 414 soo gasho waxay ahayd inay ka badan soo galaan dhibka meesha yaalla waxay ahayd markaan dambe oo axdii ku meel gaarka lagu soo guuray oo loo soo guuray kan sagaalaad 41 ahay annagu waxaan ku adkeynay 41-gaas boos inay ahaato beelaha qaar waxaa jira oo beelo waaweyn iska wadaan hadda ka horna maalimo ka hadlo oo adiga gabdhaha diidan iyo qolooyin fiican oo sidii maxaa south west oo kaleeto gabdhaha u badnaayeen soomaaliya gabdhaha u badnaayeen ama dirba arnaho jaalle haweeyey jaalle daarood waa ilbaxaan waa badanaa xoolan haysana haddana gabdhaha markay soo dooranayeen waxaa qabtaa inay aada caliil ugu yihiin arrintaas waxay keentay in aan la dhaho saddexdii qofta leh xasa sheekh saddex kursiyaad leedaa baa hinoo hal gabar ka dhigay abdulla saddex kursiyaad leedaa hal gabar ka dhigay cabdikariin soo kalatad saas oo culays ku saarnay ay ku soo wada galeen baarlamaanka markii la yimid inta naga dhinaatay wasiirada xukuumadda la sameeyey oo arta wasiirro badanaa haysana ay wasiir ku xogeeyeen iyo halkaas aadan laga buuxsho lahaa sidii looga buuxiyey waxaa soo hartay miisaanka marka loo fiiriyo baarlamaanka dhalinyaro badanaa ku jiraan nasiib wanaag oo rag iyo dumarba leh iyo dadka hore oo siyaasad ah marka ma loo baahno in laga daryeelo wixii markaas dalka afacayso dalka ah in siyaasiyan loo fiirsheen badi waxaa annaga markaas ee nimankan marmarka nooga awood badan waxay tahay iyaga xukun siyaasadeed ay u socdaan gabdhaha yar oo kaleetooda soo gashay doodii iyo wixii waa la socdaan laakiin adan hadhow markii la codaynayo dhibkeeda yeelanay ama koorumka hataa buuxiskiisa inaan laga baqnaanin in waxyaalo badan oo haddee aan kala xasuusin kara hadaan inta wareysas aan soo xasuusan aan kugusooka codsado inaan ku soo celiya aan kala kulan baarlamaanka caqabado badan oo badan oo badan ay gabdhaha ku qabaan waxaa jirta stanbay committee guddiga guudmatiigaas isagana wixyaa 4.5 lagu qaybsaa 4.5-ki hadda anaga guddoomiyaha gabadhaa noogu jirta hawe yuusuf la yidhaahdo marka hore waxaa ku jirtay fawziya oo amniga ka ahe qof kale saddex qof wadaa marka laga rabo meesha guddoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xogheynta dana loo qaybsadaa la yidhi rag iyo dumar ahaan dana loo qaybsadaa la yidhi waxaa arkay marka markii la tegay meesha waxaa jirtay horta oo kaa hilmaaminay saddexda kursi oo hadda aa sanooyinkan ku guuleysay in loo tartamay wasiir qadiij maxamed diira oo tartanta marka hore codta fuul hesha waa intaan waxaa la soo gaabay saacadda baa lees wareystay madaadiish iyo hayabaad aan xukumaysaa waa doorashada hore doorashadan labaad adana oo hadda kan ah oo ay tartamaysa sidoo kaleeto anagu waa u buuxinay inaan doorno waa rarnay haddana arrimahaasaana soo dhexgaleen markii dambeetood sasa marka guddigan saas ah komitiga ahna
ساسو كله تضوى وحكم قنانا هاي وحكوير قبلها هذا عمرك اللي راح حاسه على السماء كي يجا وحسو حينه وعد هالوقت هذا ولا وعد بدنا واجرا إني من أدو في عن وإني من وين وربا وليش اللي راك اللي يعني هنا وأنا جو حامرك السمينين مغرع عن وما أنكر على سيكرنا وخوي هنا وما علماء ووحي نلفهمها يعني مرك عريض جو حكي ما أنا بيش مرك كويرت الله بقولت هذا الشر على لحد أنت أسكنها أنت تذكرها وحي كل غور يسوي حولس وحي مرك سأو حسنا أنا بدي وتح إن واحد يرتاح لبانة وزير هذا نحي لبانة ما إنا لبطة تل هاي عند الصور كارجية مسه أود بمشي كتشوجا ما يتصور كقرية لا بده حل الله سبحانه وتعالى هذا وحان فرناي سو قلمدك مركو وحرناي تصور بس تعلق سوشي وحلي مش عينك سوشي وحرناي هذا وحال الله فروحيت هاي إن قفتي بوقتها بحربك ما كنت استا أدرى وس أردي وحيالها اللي جسوا قد بناي وحب بدن الله أقول هذا كحيل مودا إن الله غرور أنا كنت وحان كنت عايدة يا سعد وحلان أحب أصير دولة هي وأصير كحيل كي وحسن على خير ومك عامل هلو ما أنت بحران كل عدينا عدينا برامش كي وطنا ما خفت حقه اللي هاي إنه هاي الحكومة داس نكمل نقطة وضد هالكاس بركو كسوحي بحران كل أمر كوي مادنا وكدو ذكر أو معنى كجيه ذكر أو وقسمين كان أما كسور جيد أبي يقول كسور جيد له مرك عدل قذب كاس ورحاي ولا سن غو كرا مرة دوت سور قوية لقى بدي كرو مرك واجران هو بناك لقى قاعدة هين واجرايان بحرمان كده يحس رأي لقى قاتو مرك ورش لقى دستور كان لقى دستور كان قرا واحد يرتاح اللي بنذينا إن المسؤولين وعذانا ضل حساب تنتان أو وزارتنا كسعدة قيم أمني أنا كسعدة حلبانا واحد يرتاح سيريا سودوني إن المسؤولين تسول حساب تمان كوانا وأصعب تميانو أو waxa ku riyaaqsayeen hadalada qaar uu sheegay marka qaar golaha shacabka soo leysma dhig kara fooda ayaa ka socoto oo ayaguba masuuliyiinta meesha jooga shacabka matala isla ma socdaana way kala socdaan horta 15 gudi anagana gudi kasta wuxuu ku abaarayaa xukuumadda wasaaradda wasaaradda soo xisaabtan leeyahay komitigaas oo yahay asa u tagaayo haday biil keenaan biilka marka ay akhriso wasaaraddaas wasiirkiisa marka uu akhriyo waxa lagu wareejin jiray komitiga hoosimaada وأسوبي سنترسيهم، مركو حاجة تمرر كقار سيدا هذا قاعد شيء يسوي حتى إن أرت بعد بير كيرا مرت بور حسب اللي دو ده حتى كلا تود اللي راه هبل إيه هبل إيه هالنوع دود مركو حكى الله ليسا ضد كالله هاي بوقا كإيمانا ولا استفاع أنا وسارد أنا هوست ما أنا مركو حن وأركاي هدو وسنين كلا أوره ولقي ماذا هدو أركيس كنت وحن لو كيري دور شويك أنا وحنا قالين على الدمر ما هو الرئيسي واش يا كيسنا يعني أنت هذا القصاد طوران ورحان محوهاي تقاس كاس كي جواب وأدر الشيك قال إذا في فير هذا قال هذا يعني حليبان أنا مقع هذا وأكون قيس لعلك هداي أري ما أملي قا سدوا كلاتك وحلوان بهي وحيت أمريكا أنا هذا قد ضد أي كو أي نقطة أنا هذا اللي بكن هسوي تحسبي على سبي دول دي على مسهور جدا معارض محافظ بواجران مرك قف وانو في شيء انت راس كدلك وحلو كل يهر انا هذا مركز صوبته بحاجر بديو وذكاس وحسبي ذا بدي وحوق بدل وهذا هو اللي جيسرا وارك الدولار وبرامج كان كيناي واسكو وضع حقان وبترولك شدالك انا ما دام انت السوق وحك سو حسين ورقات الشدالك اللي هو اسحي نمبر أولاس كده أخر رئيس أولاس كله لو حال روا وحيل لو هل شيء لو حيل قلب حاجة السورة أخ أولي جاي بامر قبل يدي ده يا فدرال خو إني تشتغل بعد ما لفريست دوري تبين بين الفنية والمسوي شيء هدي عبد ولي كم بحي شل عبد ولي أسيح من الحين ما أهمية هدي عبد كريم ما كم غناي ما أهمية وأمية ورقداس مركز أولي بعنق كلا جبناي ولا يقال صعطي إنه ورقد يدرايير وحيد أنا مجرد أنا وحنا ورقدة وحيد بدلي قذب كاس إبو حري ساس الله ولا قناع سوى كلا سوى كلا أدقوا أنا في رسالة دل دل كاس بركاس أي تايا يجب حد عريامين تو كلا نافذ عنه أما ذك بهي أجار كعبو ما أنت وسير ذك أنت تورشري قرشير إلا أمر كده بعدين أنت أستاجي عايز جيست بركي وحقفت بركي وحقنا عايز
kasoqabo waxay tiri waa inuu noqdo gender shan qofoodo oo gudoonka noqoyso waa inay haween ku jiraan haween curyaan ma jiraan miya ma jiraan waxaa jirta baarlamaanka sagaalaad mushaara ka maqnaayo marka waxaa u doodnay in lacagtooda la siiyo kii sideedaad lama sii markay ku meel gaar u ahay lacagta la siinayay markay yaraatay waxaa la yidhi wasiirka baayada waxay soo jeeshay in shaqaalaha baarlamaanka iyo askarta iyo waxaas in la siiya maadaama ayna gaarin nag qaaraas soo taageen annaga waxaa dhan ha la siiyo maba gaaraysa maxaa loogu xayha dhibkeeday leedahay marka waxa kuwaas ka soo horjeesayaan waxaa waa fiirinayaan barnaamijkan waxay ka dhex arkayaan hase alkheyre ama madaxweyne farmaajo ka dhex arkaa u badan anaga u badan haasiyaasadooday kasoo horjeedaa wixii marka lagas waxaa rabaa in loo kala qaado waxaan siyaasadeyda ha kasoo horjeedo dadka dal ma u tahay doodi waxay gaartay meel xun ay gaartay 5 o'clock qofta marka adiga wasiirada la waco waxaa xaq loogu leeyahay 2 saacadood wixii su-aal weydiiya la weydiiya wixii kaletoodna markay 2 saacadood dhammaatana la fasaxaa waaba la dheereebo wata maadaama idinka horta golihii shacabka aada u doodaan oo shacabkii aada matalaysaan ee shacabkiisaan wada hadli karin idinka u hadashaan wasiirada qaar waxaa jirta cadeena aada weydiisataan sida inay waxyaabihii baaritaanadii ku jiraan in ciyoo lasoo gabagabeeyo kale sida waxaa kamid a wasiirka amniga oo kale mararka qaar ma jirtaa baaqyada ama su-aal weydiintiino markaasaad ku adkeynaysaan wasiiradaas in xildhibaanadiina si degdega laydinkaga jawaabo cadeymay la keeno mise waxay u muuqataa keliya qowda maqashii oo dadku waxba yaa loo qaban waata hadday ku horbarinogsa guddiyaa ku qoran hadda meesha amniga guddiyaa ku qoran guddigaas waxay xaq u leeyihiin wasiirka markay inta leeyihi mise waxay ura taas baarasaa ku maqan taas baarasaa ku maqan maalin dambe iyaga waa inay dabagalaan waa inay ka keenaan comitiga baarlamaanka waa inay kusoo celishaan guddoonka ay yidhahdaan waa kana warqad waa keena hadda kasoo qabo kaleetood arrimaha dibadda ayaan dhibatootii lagu heystay nin qadar haasaan yiri ay ka yiri waa waceen waa ka jawaabiyey marka waxaa xaq loogu leeyahay wasaaradda hadda aniga wasaaradda haweenka iyo xuquuqbararka marka annaga waxaan waa waceynaa waa u tegaynaa waa la xisaabtamaynaa markay biil keentana biilkeeda waa daba soconaynaa inaan howsha la wadna ah ama wixii markaas tacadiyo jiro aan u sheegno sharciyada la idin horkeena badi golaha wasiirada markay soo gacan dhaafaan soo ansixiyaan baa idinka laydin horkeena idinkoo golihii shacabka ah ma jirta miyaa idinku sharci soo diyaarisaan marka laga soo taga sharciyada la idinkana igoo diyaarsan shalayta waatay ka hadlaysa gabadhi walaashay ahayd sharciga 3 dhinac uu ku yimaadaa in xukuumadda keento in baarlamaanka cadad intaas la eg oo tiradaas ah inay iyaga soo diyaariyaan oo intay guddoonka soo ansixiyaan lagadooda ah dadweynaha sida shalatii laga hadlayay oo adiga aad ka mid tahay oo dad kaleeto gabdhaha guryaha ka shaqeeyaan iyo gabdhaha kaleeto caadiga iyo ganacsatada ay soo diyaariyaan annaga hadda gabadhe waxaynahay waxaan haynaa 50 saxiix ah oo ah kaasoo kaleeto inta loo geeyay dowladda la yidhaha laga dhigo
geel waxa lagu sameeyo habkii loo raaco sharciga saa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 s
سرد أيق سيسا صوت يارسو لكن كريه مكير كرتو وحين نحكي لي سب بار حكومة دي وسير ذي كدو دايان ما نتور أخر سكو بعد مرسينة ما نتلا بعد دود لا بعد الله سكو بارسد بار راكو بار كل والله سو أسهل أمر كسو بار راكو صدرا بار ما نكبر كلا كينو وسير ذي ما نسمو وسير كو أخرة مركو أخر الجد أيق سيسو مدول بجد أيق أدوة تقولي ألو ديبا أخر سكو بعد عمر جدا ضد داس أخر سكوب اللغة ضدي، أولي القطب كسلة بحية، ليري كويا، قطب كسان كويا، إيدو اللغة بحية جودي كيرة، أدر جودي والله أكا، ما يتنشل كم بعد سودري، هدر أدر تكو سودر، كيس سد حد مرك إيتها، أو سوق ور، أولي رأيت أنت أنا بكوجست أنت أنا بكوجها مرك سعد كل لغة هذا، أم ولو عيلها أصل، أما أنت رجع بح بحش ولا رجع بحش أنت مرك صوب حدا الأقلاها، مرك أسف في عن واضحة. سؤال لو قد بيجا مركز سؤال لو قد بلا أقل كسرة أقل كسرة وإحنا لو كدري كرا وإحنا كبدري كريا مركو واحد سؤال ما مدحينا لو قد بنا مدحينا مركو صحيح بولتيلو في شالة لو قد بنا تدوينا صدل مع الموضوع وأنا هيستان تدوينا مركز يكسو كين كرا الأدرة دوت إلي كرا شرع قال نمو قصي شقا أخلينا مجرته مركز أدرة هلو نقدر واتا شرعية ذا سوكله واحد درت شرعية ندق دقات قوان سحسان أو حد كده ضاني نار هذان ومهم ولو بهاي هاي شرعية أنا عج جد بد كلسان أو وضعت كيسان دي بالله رجع سلام إذا كرمك كوا دد جسان وكوا إذا كان العقل إذا كوا قصية تما وزارة ده اللو سودي ولا عقد أما أيضا بهاي ذي سيس هرت أنا بحاول نسيبنا ولي أنا برامش العقد أنا ما بأركب تذكر العقد ما أركب جرير بس ما كوده تأكد الشيء جاي ولي أنا بعلي نقص وقش بابا هنا بقى وشرعية ده وكل علوسين كونه وحواء عندك دق لو قد بيو ومركز وح إيفنت كجرا كونه وحواء بحر محمر كورنا قد جا صوها بينا يو مركي أنت صوب بيل أويال أنت صو هندي الشرعية ما كي تعلم وأنا صو كل خور مريها هذا كان أنا قبل أس كانوا هاي وكلاتهم وكان كليه أدو جيت بي وحولك جيت بس إذا قبلها شيء جاي نلعب قدون كا وأنا هو أنا هروح تكن أنت كن روح تكن رجع يدو مرة هذا نلاقو قال أنا إلا كانوا وحاليب كلو تمشي على حيتها وح وسارها يقول هذا الحساب تمشي سنة وحنا قاله هو سوق الجيل كرو أنا إلا أي حد أنت بدي صاحب كل أهي يوسارها إلا شغية بدي أصحابه مدنها مؤمنين وحاسين كل إحنا عكرتها مع هذه واجد استمر وعده القادة ليها مركزنا أنا وحولي قلت أنا ما بقى قانبو أنا كمان وسؤال دموع أبارتان ما بقى أركب بموشين اللي بكيرين وح العقل سير بولي ما نو أركب مركز أنا كنت قالنا أكون بغنا هذا برنامج كان هذا لو أقول بحواي حسبيد حسبيد وحواي وصف على حسبيد يا كان لغدين قرب يوض صوب سدين ما دري يوض صوب سدين هل العلقة هجومة هل أركا دولة دي ألقو أركايا يبكي دي اللي هذا أنا بحواي إلا أنت لأدفعنا شرع قاس الحديث سالك نحركة دول تكسور جيدة اللي هي بيل الصومالي الغوضة اللي حس غير راوضة اللي هي كربوا كرة حس غير شر برمان كأسحي وحقر الله دي الوأكل برمان كأدن كان غوكر ونهي كرة نحبينا نتكلو كين كرة لكس إلا إيهان دكو مهينو شغاد أوصر أو قبت سيد الحان صنو جانس في عنو هلي وصح لكن دولة دي كهر ريسي ما برأي مينيسر كده لأن تالنت هو جوي ما رأيت الشيء ده جوي هذا لكن أدري اسمه أدرين بكي سدح وحا اسم ده الشيء بحواية برأي مينيسر سعيد عبد الولي يار قفت المركة كده المركة ما أكون بضلتها أي فرن ده أي واحد بضل غابك رتاع أم هالنقضوا أمليك هالنقضوا وحيا ربنا لك غابك رتاع وحر بأينا كويديو وحاجر تحل بها نذين أنت دولدنا يشقيني سي وقتي كده هذا دمات كان على جارين مل إحنا على سوق جارين الموشن لك كاني هبا يراتها كان نحل بعنا تريير ذا نوع دميسين موشن كا سوما كان مركب مداس مد ليدن كوجو أمسيي إن وحيا بيحل بعنا دوا يدون ين أو العقدة سهاي كان مدحوينا وحوقنا عي ضد أنا كجرين القدرة وحين وقت مركب مركب لك كان إلا بارو أنا قبل إفتاء ميديس وب تو أخرين تجواري وحكا سيحل وحيت سال أذا إيه
golaha shacabka dhori gudoon baarlamaan ay soo martay hadda waxa ugu dambeeyay maxamed mursal waxa ka horeeyay jawaari riditaankiisa maydka sabab u aha mise madaxtooya laga xukumay wala idinku xukumay inaad mooshinka keentaan horta jawaari ani macalinkayga waayo waa ku hadal qabsan jira hadda markuu joogo hadda markii waa waxa laga soo macalinkayga maqan yahay hadda waxa uu leeyahay fahmi doonaa umaleynayaa aniga sahar ahaan anoo fiis saddex bilood oo Mareykan haysto aan imid runtan ka sheega isnagoo waa maqli doonaa waa dhegeysan doonaa waxaan jeclaystaa aniga in la heshiiyo oo jawaari doorsho laga dhaafo doontaan waa u tegay waa u sheegay hasaal qeyre isaga hasaal qeyre aan arkay ani waa habeenkaasaan rabaa inaan baxo waa iga ogolaadeen labadoodaba madax barnaamijka culayska jiray waa iga ogolaaday waxaa dhacday marka safarka waa ka baaqday waxyaalo waxaa jira bogsoon tahay aan habooneyn aniga waxaan qabaa haddii la soo dhigi lahay dalada jawaar waa heli lahay anagu cod badnaayeen laakiin marka adiga buuq abuurto oo xasarad abuurto dhibay noqonay gudmaad baarlamaanka waa la isku dili lahay anagaana gelin inta gashana dhibaa meeshka raaceen arrinta yaab kale oo hadduuna xasuusnayn aan jeclaan laha caawin oo maqlo asagana oo maqlay ahayd fiiri mooshinka marka la keenay jawaar cilmidarro uma geynayso mooshin adiga lagaa keeno mooshinka baarlamaanka markuu tago oo laga doodaa haddii doodiisa ee lawxee waayo toban beri uu socon waayo waa gubanaa ani waxaa ila yaab badnayd maalinta ay dhaheen muxuu ahaayatood mooshinka waa gubtay waxaa laga hadlaya baarlamaanka la isugu yimaado derbiga buulxaw waa raadiyey labadoodaba ma hadiya isaga waa raadiyey waa waayey meela qadal buu lahaa qol annaga u mucaaradka ah ugu sameynayeen qaadi idaan ka dhex muuqdaan diiday fariinaan u faray ani waxaa israfeer waxyaalaha qaara ilaahay ma og tahay qoftaas waxaas waa ka idha la'da waana ka dhiga la'da waa dhigaheeda laga dabool ahayd aqoon la'aan uma geynin qodobkaas horta dhibkiisa yeesho markii mooshinkan maba xeesmi karinba waxaan hubaa haddii dhaladii la keeni lahaa oo loo codeyn lahaa isagaa fahmi waayey arrintan asaa keenay doodisoo ma socoto intaasoo maalmood maalintaro buuqiyaa dhacay maalinta maxuu intaasoo maalmood hadduu dhaafo maxaa ku qoran qodobka mooshinka markii la keeno golaha oo toban beri expire ku noqonaa haddaan laga shaqeynin invece maalinta la keenay inta uu yiilay oo baaraba aanba golaha mi la keenin marka mooshinka waxaa inta golaha la keeno loo codeeyo ma dhegeysanaynaa mise ma dhegeysanayno ma dhegeysa hadda kale madaxweynaha kale wuxuu ku noqday mainta la rabana waa laga waayey
lamana keenin baarlamaanka haddii baarlamaanka la keeni lahay waa lagu kala bixi lahay meesuu ku haray kiisa waxay ahayd baarlamaanka oo qodobka dhahaya mooshiga marka golaha la keeno oo intaasoo maalmood uu ku shaqayn waayo oo gubanaa kii oo banaanka yaalla waxaa intaas la keeni waayo marka sheekadaas waa xiran tahay derbiga buulaxaawo ha laga hadlo maskaxdayda anay ka weynaad waa raadi waa suurtoobeysa bas maxaa meesha yaal kadib maxaa yimid sutanaasi jawaabni weyn waaye hadda beryahan wuxuu ka sheekeeyaa taariikhda soomaaliya dhan uu hayaa annaga tasuurka asaana la soo qoray asaana la soo sameeyey marka ma aqaano say ka noqotay marka arrintaas jawaari waa lagu kala jabay waa la isku diri tegey hadda maalinta oo ciidanka oo meesha soo galay qalad weynay ahayd haddana muxuu ahay waa waxyaalaha in laga qabsaday ka mid tahay marka dambeetood ninka madaxweynaha waa nuucay wuxuu ninkaaleto waa ii yimid waxaana sharaf badan hadda kasoo qabo prime ministerada marka mooshi laga keeno oo baarlamaanka la geeyo oo loo codeeyo oo u dhammaato ma soo noqon karaa haddii laakiinse uu talaasulo hadda example waxaan kuu soqonaa cumar cabdirashiid iyo labada cumar cabdirashiid mar isqabteen sheekh shariif xasan waa talaasul sheekh aadamadoobi isaga ay isqabteen iyo sheekh shariif talaasulka uu talaasulo oo markaan dambe prime minister ku soo noqday mar haddii mooshin baarlamaanka intagaa keeno lagu codeeyo ka baxdo ma ku soo noqon karays waa xabad halkuu dhigan waayo jawaar oo xilka isu soo taagi karaa hadda xildhibaankiis waaye haa waa soo waxay ka waa tahay xildhibaanadiina golaha shacabka ilaa tare intee leg baad gaaraysaan ood ku fadhidaan laba boqol todobaatan shan inta maanta joogto ee golahaas dhex fadhisa inta maqan kuweebaa badan waxaa fasaxa hadda lagu jiraa marka laga soo taga fasaxa intaad shaqaynayseen waa soo dhaweyneyna marmarka qaar dadaan imaan waa jirtaa annaga addan dhibkan haysaytad ayaan dhaweyta nuska nus nuusam reeb annaga waxaa qasab nagu noqotay mucaaradii maxaafidba waxaana wada wacay waatan boreysiga horku wixii prime ministerkaana wacay xuur aan ka midoobno arrinta galmud gu arta hadda dhaweyta xalanka fiirsanaya televishinkiina in kuwa shalay tartamaayeen ay la heshiyeen ahayd markaasoo kaletood hadda aniga barnaamijkiina oon ugu jeclaho oo saxaafadda ah iyo kii doodda doorashooyinka oo gabdhihii ay u codeeyeen hal foosi intaan ka ahayn waa ka maqnaay waa tahay waxaan rabaa inaad ii sheegtid xildhibaan zahra dadka maqanuu hadda sheegtay miyaanan dowladda la xisaabtamin maadaama ay yihiin xildhibaano haddana mas-uul ka ah shacabki maadaama kursiga golaha shacabka ay fadhiyaan miyaanan idinku la xisaabtamin mise raalliyaad ugu jeedi in lacagtiisagudoonka ku shaqale waxyaala gudoonkaidinkumiyaana gudoonka la doodi karin hay lags waxa waaye adiga waxyaalaha marmarku dha hadda aqalka saro kaleeto dad la magacaabo weli aan weligood imaanaa jirto ama iska maqan baarlamaanka dad ku qoran faadma horta qolada aqalka saraa weydiin kartaa annaga qaar naga maqan waa jiraan hebel hebel ma dhihi karaa ani wallahi billahi tala ana hebel hebel dhihi kara laakiin in dad maqan yihiin waa jiraan saas ay taha ayaan dhoweyta waraaqaa la keenay oo leeyahay qofta intaasoo kale fadhi maqnaato markay meesha kale fadhi waayo annaga mushaarka aan qaadano gunno waayo maaha mushaar joogta ah waxaan ku qaadanaa gunnada fadhigaas anaga aan fadhiisanayna marka qofta saddexdaas kale fadhi maqnaato ayaan dhoweyta way keeneen gudoonka baarlamaanka waa laga saaraa marka soo uma muuqata in qabiil ahaan laysku xaglinayo wax waa laga yaabaa horta inta bahasha inta qabiil laga baxaayo oo xisbi laga gaaraya oo soomaalinima laga gaaraya dhibkeeday leedahay marka 4.5 xataa waxay keenaysaa adi qofka ood rabto inaad barnaamijka ood ku caarado ood kaga soo horjeesato inta kale dhan kugu diidayaan ee kule maya mooshina waxaan ka keenay qof qabiil ah markaa tiraahdo waxaan saana kuxaysay wax iyaga ula jeedan wuxuu kuleen iga day ninka aniga indayda waa faraha ka qaad almilah waa taa mooshinada horta aad keentaan aad ka keentaan qofka markaasi idin u baahneen idinka ma idinka abaabulo ka xildhibaan ahaan mise waa mooshin la idiin soo dhiibo oo weliba qofkaad ka keenaysaan laydinku ataagareey annaga dhexdeena baarlamaanka kaas madaxweyne annagaa baarlamaan keena kan jawaan annagaa baarlamaanka laga dhex keena mooshinka adiga waa la tuhmi karaa madaxda saraa qoftaan iska soo horjeeda ama waa la dhihi karaa laakiinse addana waxa wax cadaan wax adaadan ku haynin tuhumka ma ogta xataa diinta dembi waaye dembigana waxaa waaye cadaab uu leeyahay marka laakiinse wixii waa laga arkaa meesha dhexdeeda ah meesha dhexdeeda lagu ololeynaa
ولغا حدلا marka tuhun mararka qaar xaq madaxdeed ka soo gaaris way maana waxa lag sabab jira wax anigu ilaa ay hadda sahar ahana anoo muhaafad ah oo nabadeed oo muhaafad ah adare dhinacaas wax ka imaanay wili labadaas aan ugu dareen boqsoonta ma jirto laakiin gudiyadan lagu caayo wasiiradan lagu caayo gudiyadoodii ay joogaan oo wacaayaan waxa qulay inay wacaan u keenayaan hadda aniga tii military waa maqnaay oo amniga laba jeer halka la wacay dhinaca military markii waxay yiraahdeen waa maqnaay waxa laga sheegay wararka ka yimaada xataa qofka waa inuu markuu xataa u jawaabay xildhibaan oo si xildhibaan ma ahaan ugu jawaabo sida marmar lagu qabsan karaa anaa air cream ma noqon karto waa tahay hadda waxaa ka jira magaalada cudur allah naga wada najeeyey ee dhammaan soomaaliya iyo dunida intiisa kaleba laga qayliyey dowladdu dadna waxay leeyihiin cudurkan dowladda hadda waxay ku wadataa arrimo dan ah oo doorashooyinka iyo qofii codka la sugaya meesha lagu baabi'inaya marka marba marka ka dambeysa in wasaaradda caafimaadka kiis aan jirin ay sii kordhiso soo umeeka marka arrinta tuhunka ah in doorashada lagu baabi'inayo ah in dowladdu arrintan ay qandaraas ku soo qaadatay ilama aha aniga barkee kiisaska horta idinka wariyaasha idinka meelaha soo booqan kartiin arrintan cudurka inuu jirana adduunka waa laga ogyahay uu malayn maayo aniga muxuu u hayta doorasho iska dhaafa dadada waxay ku leeyihiin in dhaqaale la helo oo dowladda dhaqaale ay ku heshay rabtaa waxa hadda dhaqaale la joojiyo oo diyaarada leh dibaddii gudaha oo shaqooyin ah oo istaageen dhaqaale kasoo gala dooda hadda habeen dhaweed meeshiina ka fiirsanaya madaxweynaha markuu u yeeraya inta wasiiro ay qusayso magala hadlaa ahayd cudurkan horta allah naga baxsho waa cudur xun wax ku qaadan karo qalbigiisa uu koorsi qof soomaaliya qofta u xun ha noqoto oo u gaarsiin karo inuu muxuu ahayta ku raadiyo wax anuu maleymaayo waa jirtaa maadaama badimadan cudurkan faafaayo kaleetood uun hore noogu dhicno daacuunka iyo waxaas horan waxaa u baran ay ahayd kan oo mid cusub yahay in tabaryari wasaaradda xaggeeda iyo ah waa jirtaa hadda waxaan kula wadaagi doonaa hadhow kusii doonaa maadaama ibaas oo kalib soo qaada ahayd dakhaatiirta kale waxays dakhaatiir cabdiruux la yidhahdo jaamacadda barnaamij uu ka diyaariyey hadhow kusiina daa soo deyn kartiin waa aada u fiican treinin in laga baxshaa bulshada rayidka waa inaan shalka tirsanaa jira shalwa u sheegay waa in loo wada kaco laga bilaabo qofku hooseysa oo guri joogto ilaa kulli ah in lagu hortaga ah marka arrinta ah doorashooyinka dib loogu dhigaa ilaa iyo hadda yaa dhahay doorasho dib ha loo dhigo waxay u muuqan kartaa suuxilibaana laisma dhihi karo haddii cudurkan uusan kusii socdo ee dowladdana 12-ka laga filayay in doorasho halkan ay ka qabato soo ma la dhihi kara marka cudur awgiisa doorashada waa loo qabanlaayaa waa in iska yar november malayna ama october halyrbaalbetkaalaysa waqhti u dhexeeyo haddii markaas ilaahay cudurka laga qaado maxaa lagu marmarsimoonaa haddii cagajid uu dhaco ama dowladdan sida hadda la sheegayo waxay u baahan tahay laleeyahay in sanad ama laba sano ay ku darsato tallaabada ka baarlamaan ahaan idinkaad qaadi doontaan maxay tahay haddii golaha shacabka tihiin golaha shacabka horta yaa dowladda ah golaha shacabka ah iyo xukuumadda isa socda xukuumadda anagaa dooranay fiiri aan kuu kala qaado sheekh shariif waa ku darsaday xas sheekh waa ku darsaday darsashadeena keliya maxaa cudurka dhiga haddii aan ku darsayno darsashada adana mugi loogu waxyaaba dhaweeta halmeeriya lakiin darsashadiina waxay ku duwan tahay doorashooyinka kale ka duwan tahay bicaos qofii cod hadda dhahdeen fiir qofii cod anaga ma dhahnay qofii codka waxay u baahan yahay shaqo in la qabto horta xisbiyada 8-7 kasii dhaafayaan ma codeyn karaan sabab marka loo sii badanaya maxay tahay in xisbiyada la kala saaro waay fahamtay intercobl suusho waay federaal maadaama ay tahay hadda aniga marka baarlamaanka la furo arrimahan ka hadlaa waxay tahay xuduudda guddiga xuduudda ma shaqeeyo guddiga tirocobl wuxuu hoos yimaadaa hal maanta caawo halay maqlo wasaaradda qorsheynta waa qalad weyn aniga dastuurka aan qorna ma ahayn laakiin dastuurka waxaa ku qoran inuu caadi yahay tirocob aa la suubinaa xuduudihii la xadidaa xuduudaha waxay sheegeen inta degmo hadhow lagu codeyn karo inta laga waxeyn karo iyo guddiga doorashooyinka saddexaasan isla jaan qaadan waay adiga waxaa isku fiirisaa timeka iyo hadday iskeenaana doorashada waa la gelaa haddii timekii oo waxaynaan waxay noqonaya wixii lagu darsanaa wax markaas banchmark waxaa la sameynaa in la sameeyo qorsho waay la yidhaahdo baal heblaay waxaasaan qabanaynaa hadda cudurkaana meesha soo gala bil heblaay waxaasaan qabanaynaa bil heblaay kaleeta waxaasaan qabanaynaa
مركزيت الأركو حزبية بضنا حزبية بضنا يا مركز أيقون نفترق قدر شو مشروع ما حل بان سهروي مرب مركز قدم بس هدي حليم هيري وجودي قدر شو كات حزب بحزب كلب والله إيماني سو نفترق هذا حزبية ده سو حد شكتين أدو بضين كلا سعر ده وبعين سو أيقون شقة معها هدي أنا قابل بس بالت حليم هيري سؤال وحوي ده والرمي مس حزبية وحن قرش له دجي سو ما يكمرك أو يا دجي دولدينا دولد ما دولد وابن كسور جا سو دجينا وحوار كانوا هاي وايق عارف كل لغة هاي وابيق وح إحسبي ذا وحب بعينهن إن هي الشرع جودة وحاكل لما بعلمان كانوا أصلوا حك سوء أسيا كل ما حرك أي حليمة أي كانتو يحرك الدور شوين حتى قال كنا هذا وأركيس أفرق ضبا وحلو بحي بعلمان تاري ما لو تحس وقلا في سرايان حيرة سمعنا حير مصوب بكران أي جاد كنت والأقول هذا الدور شوين برنامج كده والأقول هذا والأنسح شمحينا وأنسحي عدي وحول كسر أفرت قدر ولا شيء قدر تهويك وسومالي وعاصمة ده إيوه حيه ده كان دور شده ده كان دور شو ما بلغ وابوح وهرية تلا يسوي دور علي أنا قاعد أنا اللي يسوي دور الهاي شباب بيجوا هلا قبحش أنا هذي ما قال على اللي يسوي دور الهاي أما حرد أنا اللي يسوي دور الهاي أوكي أملي قبحش سوى كجرا هرت النمبر ون اللي يسويه وحاسو هرت أرنت أو مقامك مقدشو تسوق كي كتال هذا سو تسوق كل ما كينا إذا كو إذا هري الله اللي أنا قا تسوق من هري الله مقامك مقدشو مخفيري أنا إذا كبح سوق راك بدها وحالك كينا سدح أوبشن عاصمة ده سدح نوع عال رهان هنا لا تشي قد دوينا إلا هذا نسيد واي مو حالك إذا قاسي نيويورك وعاصمة دي مقاعدي دستري دي سي واي بوقتها مو حالك إذا قاسي ألسو مو حالك إذا أبوتش أبوك هواي نيجيري لاغوس أهاجة عاصمة وقال لقوري أفقوي حمر أنت قول حي سوكرا تالت تقي ماش ساعة عاشمة لقريا ملاك لبا لقود قوري سد حتاس ددوينيه وحي حقو ليهين إلا إلا الناس كاسرنا لك هذا الكود والا سوء روش هذا قود قد بيجي ستسورك يقود قد دور شوي كأنك نوغو جرو واكو حي ستا أرين تهانت هواي كوكو لأنك بحانك حي ستو وحاجرو قود قد بيجي ستا قبرا نوغو جرتو قدّي قال كيسة أو كوره الحساب تك قدّي قاس تمام وعي تمام كرّق وعي وتحي إن شقين بدن بعدين هريالة دورشاد وقت ما هي ستان حلميري وحياب بدن أقول ما نعرف هذي أو الحساب تن أضرب تاني نتجلسان أنت صحيح بدي بوجس بعيد كربان عذرك حد واجرة هدي دولة دويدين رح تكوّر رمّة وقت بالغ دور سنة يا سو برلمان كنا رالك كمان قنّي خورت أنا بعرف الدارس وبيه حي بدينا قفل صو أنا سلي صدور قفل صدور شو كنت بيت أما كنت قفل صدور كنت كويس ده أنا كله أما بقول قفل صدور تو أما قفي عز صدور تا ماشي مال بنينا الجام مال قريه ما ما حمل بيدا روتي وحان قط قرن واي تحلي بانك بارمان كم حي بدينا كرب بارمان صدور تا بارمان ما عابد ما بكسلت أما أذا إذا قميدي هنلعلي وأنا صدور تانو وكو كنتن كي هلق بس أما قه خل يعود كان أنت الآن سحشل حبيه هنلك صوت دورته وأنا أساس كي ماله وحاله صارت الدولة ده بحي كله يبرلمان كي على صوت دورنا الدولة أنا ماش كبحده حكومة ده شقة ده أي قبها أو دور شد أي قبرة حكومة ده قبة برلمان برلمان كشاعر صوت سارة سقف لها يدقالي لقل لها يميل تلقى بالله بالها يحلاص بالها قلت وحلا شقينا وحوى حكومة دي حكومة ده ماشي كبحده حكومة ده أحمد حوينا أسرية ده كان الحكومة ده وزير كوبا دواي أسأل غير بريم ليس ما كليها وزير كوبا دواي وزير الناس كانت تحب ليري هاي إنه أسرق حاجة هاي أو خوش لو ده مركا أرين تاسا وحي كينيسا كل اللي أسرق شغايا ما بحسين اللي قليها مركا بحيو أسرق لسعودان أقول لعنا ماشي واجرتا وفكر لعنا أدقى مركا موقتا وحد جاهل كتاهي أدر أدوير بدن سو بهيسو نجيب كذا إلى هذا أدر إيش تريد اللي بهيا ما إيشان لبدن أجر لبدن أجوجان جامعة هذا وحباب برشة اللي بهيا طبعا هذا اللي سبي وهذا واللي سكو هذا ده وسارد أنا كنا مجري جرين وحبدنا يحل هيسا مرك محل اللي بهيا نوقفك أنا جا أنا عبنا هذا صغير أما أنج أنج على هذا وأنا فيري وحن بحيد ويهين هي دن وتها ولا كان أما أنا أودو ذا هذا ما اللي ويت والله سابين ويت ما كان فيلم شنكو هاي والله قدو ذا والله ويت نحلبان حلبان نمدي إحنا وبرد وبحمر
doorashada wuxuu waa la dooraa uu ku leeyahay adi laba carabalihiid mogsanta waa la yaaba waa nin aqoonyahan hebel melihii adi oo kuwa dhiga soo horjeeda wuxuu ku le ani ma tagaay iyadoo qof ibdasha ala keeni haddana wuxuu ku leeyahay doorashooyinkii muxuu ah dib hadday uu dhacaan ka horraaleeyahay ma u dhici karaan uu ku leeyahay keen hadda habka adiga marka saantan hadda soo ma muuqato xildhibaan Zahra mid doorasho waafi ah oo shacabkuna ee qofii codcodkooda ay ku dhiibanayaan ee madaxweynihii ay rabaan inay kursiga saaran karaan aysan ku heli karin. Wallaahi aniga aad iyo aad waxaan ku faraxsanahay dood wadaaga waxaan fiirsadaa goobjo universal maahan waxaa kaloo dood wadaag soo biso goobjoog maahano haa gabdha adiga kaa yarir hadda jaamacada kasoo baxay in wiil fresh ah maahay wallaahi su-aalaaseed ku weydiinaya soomaali soomaalida hor ma ah noocii doorashooyinkay barteen markay jaamacadda qofmay political science kasoo baxda way taqaanaa administration kii kasoo baxay maalida ku weydiiyaha kii kaleeto muxuu ahayta aan politician ahayn su-aal kula weydiina hadda xaleeto hadda adiga farmaajo kale hale maxaa qabalaheedaa la yiri wuxuu hadda suubshago aniga kuma dhigin wuxuu hadda suubshago su-aashu aniga ku jawaabay waxaa kanaan qabalahay kanaan qabalahay kanaan qabalahay inuu yidhaahdo waa marka adna hadda waxaa rabaa inaad ii cadaysid waqtigan la jooga mise leedahay marka soomaaliya fursadda ah doorasho qofii cod way ka dhici kartaa waa ka dhici kartaa haddaad dadaalo see ugu dhici kartaa marka haddii hadda marba marka ka dambeyso caasimada keliya maahan meesha doorashadu ay ka dhicayso gobollada dadba xaq u leh inay wax ka doortaan u baahan waxaa ka jira hadda maxaa la dhahay sheegay anagii qabiil meel bay ka dilaaceen dagaallaa jira dowladdu waxay leedahay shabaab baan la dagaaltamaynaa ma fursadda keliya muqdisho la siinaya oo dadka kale fursad ma lahan in la isku duubnaado oo mucaaradi maxaafid la yska dhaafo oo la yswada raaco shabaabna hal maalinaa la bixi karaa goorma isku duubnaashada imaanay marka duubnaashada la weydiina inta aniga dowladda ka socdaan ah mogsoonta aniga waa inaan helaa qofkan hadda fiir galmudug maxay ku dhisantay inteena iska soo horjeeda isla ogolaatay in la dhiso weli ma dhacday xildhibaanadiina meesha laydin ka soo doortay dadkii aad matashaan ay kursigan idin saartayna dib ugu laabataan oo aad xalka noloshooda wax walba weydiisaan horta wixii labay kaliyin mogsoonta marna waxa waaye in me dadka wax loo soo diyaarsho ah waxa loo soo diyaarinaya oo kale waxaa ka mid ah budgetka iyaga la siiyey horta iyagaa ku shaqaynayaan adiga waxaa usoo kordhin karta waxay tahay hadda ayaa nabeet marka la waxaynaya bulshada reedka gruub aha ay raaceen iyadoo kale ay raacday soomaal in gabdhaha la soo xiro ah hadda waxaan kuguleysan waxaa ka mid ah in speaker ku-xigeenka labaad ay gabar tahay jawhara ugu horreysa hadda haddana baydhabo waxaan ugu noqonay fiir barka beelahaan aniga xaqan u leehay ina ara meeshan waa degan dadka waa inay helaan maadaama beel aan ku joogo gabar ahaan in wax la helo waa ku baahan waa u baahanahay baydhaba saddex jeer waxaase mar wasaaraddaan raacnay mar annaga iskeen u baxnay marka hadda u dambeysa annagoo gruub ah oo jaalahawi ah aan dayaal qaadanoon tagnay saan u dhahan annaga kuraasti markay wixii la dhimay baarlamaanka markore waa badnaay baarlamaanka meeshiisee lagu soo celisho way is dhimaayaan annaga 150 aan laka dhimay xaafadasdaanna dad kaleeto 140 laga dhimay qaaraa 30 laga dhimay waxay noqotay wasiir in iyo waxyaale in laga hadla ah lagu soo heshiiya marka waxaa waaye deegaan doorashadii waa lagu noqday waa lagu noqdaa dadaa ceela ka qodeen dadaa MCH ka fureen qasab waa in lagu noqdo markaa deegaan ka soo horgeliya deeg soo waxayna haddaa la galmudug haddaan inta aad lahayn lasoo dhis lahayn weligeed ma jirleen galmudug in lasoo doorto oo qof qalma soo dooro hadda galmudug dhismaha la dhisay iyo dowladnimadeedu waxaa la leeyahay dowladdu waa qorsho ay ka wadato oo ah in hadda madaxda taaganba ayaga qudhooda ay rajeynayaan il xilka ay kusoo kori karaan ay tahay kursiga madaxweynenimo oo lacago iyo qarash badanba lagu bixiyey sida halkaas loo mideen lahaa qaarkoodna waxaa xusid mudan in madaxweyneyaasha la geeyey ay yihiin mid laga wato madaxtooyo horta dowladda xaq waa u leedahay oo goboleedka xaq waa u leeyahay hadda u doorasho suubinahay ila maalgasho laakiin danaa haa marka haddaan fankaas yaa fan siinaay dowladda waxay bixisaa 150 meel kasta la siiyaa galmudug ayaan muuq badanaa ka jira qaar badanaa ma la qaadaninbo hadda baydhaa marka doorasho lagu xeynay waa la bixiyey waxa meesha yaalla waxay dadkaa la soo dooranayay aa soo hareen speakerka maa lawaytan waa ka hadlo marka hore waxaa jiri jirta beesha askariya iskale madaxweynaha beesha askariya iskale waa la furo markaa waxay tartamay ha tartamaana la yiri qofkii tartanka iga badiya haddaa idhahda dowladdaa wadato dhibkeeda ma helo meesha waa sax fan waa jira wax waa la kala qaatay waxay la kala qaadanaya hadda
qofka codkiis ku soo helaya asaa og laakiin codka ugu badan hadduu helo hadda qoroqoro kale hadduu helo ana waxaan ahay qofta kow baar maalinta kow xaflada suushi qofta ugu horeysa u taageertaa lahay waxaan ku taageeray shaqadiisa arkay waxaan ku taageeray arrintan galmudug markaan ka shaqaynayna inta aan socono dhan waana la socdo dhowr madaxweyne oo aad taageerteena jirtay haddana isbeddel la sameeyey idinku hadda saas u taageeray waa shaqsi haddana isbeddel kale hadduu sameeyey maxaad beri ugu jawaabi doontaan fiir cabdikariin ay waxaan raacay isagoo madaxweyne ahayn dastuurkaa la sameeyey waxaa la waxeeyey ilaa doorashadeeda kali waa la socona laakiin dadda kale iskari waa asaas casil cabdikariin xaaf hadda maalinta ugu dambeysa maalinta diyaarada ay istaagayeen intaan diyaarada sii raacay aaira ma iga ballan qaaday inaad tegayso dhammayhayso asxaabaana oo galmudug sheekadeeda haahu yir saar or 5 o'clock soo noqday iyadoo airborkle waa ogtaa lasu xiraya marka annaga madaxweyneyaasha haddaa la doorto qofta adan ila isla wada shaqeeya loo baahan yahay ha noqdaan labadeena gole meeqa jeeran aanna galmudug si loo heshiisiiyo marka waxa waaya madaxweyne kale as sharaxay oo muxuu ahay dhinac kale ka socdo dagaalaa ka dhici karto wax walbaa ka dhici karo marka dhibkeeda leh hadda heshiiskaa la wada gaaray fiiri waxaad kasoo qabataa adi madaxweynaha la doortay gruubka la tartamayeen oo madaxweynenimada fiiri annaga marka hore waxaan isku raacnay in dhudhiso galmudug goor baan kala baxnay addana codka madaxweynaha la baarlamaankii horta kala baxnay baarlamaanka oon kala baxnay in baarlamaano aan helno codad waa kala waxaa addana marka madaxweynaha la dooraa la yidhi addana waa sii kala baxnay kuwa madaxweynaha nagula tartamayeen ama baarlamaanka nagula tartamayeen xildhibaanadooda ee waxay noqotay inuu dib heshiisiin weydiiyo hadday igayaa wada joogaan oo askariinkua ka arkaysa inanku xiseyna marka waxa waa dadka hadba se u fahmaan in wixii laysla sameeya ah haddaa adiga wixii aad weyso waa inaad taraasulka qaadataa marka insha allah waxaan filaynaa in xoogaa caqliga intaas looga sii bato qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena madasha shabeelle ayaan isla soo gaarnay oo si toos ugu daawanaysaan telefishinka shabeelle xarunta t v-ga ku leeyahay muqdisho san hadero idinkugu sheega waxaa marti waa xildhibaanaad zahra cumar maalin oo kamid a mudanayaasha golaha shacabka sidoo kalena ku jirta guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka tobanaad ee soomaaliya xildhibaana ugu dambeyn bal waxaan rabaa fariinta aad shacabka soomaaliyeed u diri lahayd marba marxaladaa la joogaa tan maanta la jooga waa cudurkan cudurkan waxaa waaye ay qur-aano waxaa jirta ah dadka waxa cilmiga u leh hala weydiiyo ahlu digri mase caafimaadka dadka yaqaano iyo soo ku faafaayo in muxuu ahaayta la weydiiyo talooyinka ay soo bixiyeen in la qaato marka cudurkaas hadda adiga sheegaysa doorashada dib u dhigi karaa hadduu sii dheeraado dadow naga dhammayn karaa oo naga dili karaa muxuu ahaayeto dhaqaaluhu ku dheeli karaa waxyaalaha badan oo sameyna marka aniga qotan igu dambeyso oo arrimada keena kala talinaya waxay tahay in arrintan sida dowladda haddayhadday xakameyska la keenay waxyaalaha la joojiyey waxaasoo dhanba in lagu raaco si aan u gaarno guul oo doorasho haddii loo baahnaana doorashadeyna dib nooga dhicin oo waqtigeeda ay ku soo beegantaa caafimaadka xaggiisana ee ilaahay naga baxay jaayna hadda ilaahay waa kaas waa ka baxshay magaalada oo ka bilowday aabee dhowta fiirsanayo oo ka dhammaada oo layskala safraay ahayd midda kale aniga aan rabo waxay tahay waqtigii oo aniga dowladdeena ay soo dhisneed waa soo dhawaatay waa soo dhamaatay inta saa aakhiri saaca lagu jiraa siyaasiyiintana waxaan dhihi lahay in aan isu dhimrino oo aan iscolaadinin oo aan isku dayno inaan waxwada dhisanno oo waxuu sameeyno example sida hadda ka dhacday dhulsamareebo kaleto inaan hadhow sa soo kaleto dowlad aan kusoo bixi karnaa haddii doorasho dib loo kala ahayd waxaa kaloo rabaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa miidiyada idinka adinka maahina kulligiin sida aa u gudbisiin hadda cudurkan barnaamijkiisa iyo sida adda ka hadalku soo gaarsiisiin oo fiiri hadda ka horaan waxaan ka hadalnay aniga oladiina waa freedom expressionka iskula jirnay guddoomiyihiina cabdimaalik waxaa jirtay in laga hadlo fiiri qofka aniga intaan caawa jiifo idinka ma jiifteen waxaa soo aruurinaysiin wixii adduunka dhoo dhan waagu markuu baryo oo soo kacoon telefishinka daaro ama raadiyaha daaro inta qofoodoo jiratay inta ka kacday inta waxaase ay sheegaysaa shaqa ii qabata waanaan kugu mahad celshaa inaan ka bilaabo ma aha beelloosh waaye miidiyada waa la arkaa hal iyo labo oo si kale usoo gelaayo ama dhaqaal ahaan kusoo gelaayo ama beel ahaan kusoo gelaayo marka ma aha inaan muxuu ahay halkaas keliya aan waxay ah marka idinkana sida hadda aa u gudbinaysiin
سكسي حوله اللي هو سكوت به وحقه ربع مقعدها المقدس على هذا تضمين تبندق موال كرنتي ماذا ويريه حسوا جد الحبيب اللي تعرف فهمي قدوميها قبل كوافني دقموي كان دولة محمسيات غير الله سي والله ونحرس الله مسكين كأه وحاله سميك وأكتهي هذا أنا قبليس وكل ما نقول في شو عمرنا أحو أفر وحنا وغيب سنة محل وقعد إيه إن سوء كلامه هذا أريمها أنا وسأرد وحاني سوء جيد لها وقبل كبناتنا وسوء جيد لها إن دقمك استهدى لك هيل كرن مال ذك الوقع هذا تلاف على صادر مركلية إنك استهدى أو حجار يردك هالوف وذي هذا هبين دم وقبل ما كنا بندوق بالهذا خفت نافقة بطلة هدي اللي يقول عش ماشي بكون وقت عيان ويتد ولا كحيان ما نكون أدينا لها ناقجد كلش سارة اللي يالا أبتين على فتاتها مرك إن محو هاي تدق مكستو لفل لفل قشو وسعر تعافيات كحيو هنسة أول هل حرم الله ودت كذا لا سيو ها هدان لو دسي كرنا سداس بليس وقالت هذا أفرت الدق مو أما ماشي أه ليش كو أدي أيام لو تبغى أوكي ماشي باس بورك بس مين هاي أفرت الدق مالي باس بورك بس كغات وحال جديدة كيو بس دير لك ورقة دي سي أي جديدة لغاية جاي لها بس كغات تاسان في عمرك وقفت هو اللي قانا فرها لك قاضي وحقيتها مركب وعاد وأمها سنتين وحوش أهيسين إيه وحر بقى إن الكويت يوم دام سؤال عن كتاجي أو أرميه إن شرعي البرلمان كان دي بقولها بنية وحمدوين كوجودن بيسو بدنا يحلبان كفس لوجيس هواينك حتى وح أد أجرتي مركب لقصة تقف وين كفس لوجيس سقير رضا عمر قاتكتين إن تدحجر أفرجر أذكرتكتين وكفس لوجيس تاسو مركب دم لوجش جاي إن وحيابك هلا قبيلة حتى أم أرجوس هوس جلكران لكن وتعدي كل عيا هواينك هذه برلمان كاتين وحيدين هريالو شرعي تعدي هواينك وحقول إنه شكتين تقدون كبرلمان كوكو هذا السنة إنه هوس تجشتي وديدين شرعي قاسو صحيحة أنا ما هاسو كلا إذا كان مسؤول كا إذا كي كلبتو إذن ليه إذا كشعب كي مثلا مركا أنت سو قدون برلمان بو سومر أي هلكن إلا هدا لبعت هذا حق قدون كذا كهست أو شرعي قان إذا كهست محيطة شرعي قام حواي مسرت السادة لها شيء سحور تجبان سحور وشيء ما أقدر أحكي سوا كدرية شرعي قام كو صباح قد جو لما أدينك قضبيك سو صارين وأرنا ولا مرنا قدوميها لا بتشير وحولش يقولوا علماء علماء داس أول شيء راي وبرمانك برنانك سو كل شيء شرعي ما هرتوا حواي ملكين شرعي قال ما هرتوا هرتوا بهلا أخريو ما كل الأخريو تسوق حقوق إلا أخريو آخر سكوبين وحي لقى بحكر لقى بحيو وحي كسور إلا وخلك كفسك على الريمو أنت كاتب الريمو كنت جانو إيسكو على حواي قان جارك سديد تمك سنة سديد تمك سنة ما بهدي ده وحي كبين قال تضيت من قران بعلق نمد إيه قان جارك وأكل دويه أنا جوا بعلق كرا لك سقان جار معه بس كهين ومفول وما أمر نمسا أريد تمرك نبك كيلي سبحانه هاي إن وحي لدو لديميو وأدنا سيف فسرات حبارها لوحي وحاسو هرت أدنا كوميتيغ وتنكوشي دون كسرين أنا هل قبل أن أقول جست وكنت جينا بركي أنا قبل ما أود قبل إيه ساسن كهل قبل إلا بعض أفحو أبود لنا هذا وسيرين قلت مرك وكم بحي وف كلام بدل مرك وحواي عقبت أغنى جهاز ستو قدون شان قبلها وكا شاقين هين بكي أنا هدان مرمؤون قدون كلا مرمؤون ورقاتك جي حد موشين هيا وليح يتبقى فوض في سائس هيا يوكي يلا موشينك ماشا وحوكي يلا بحرباك مقدون كلا كينا سو جيد انت قدون وحاك كينا شرع قانا لسو علش بكي شرع قانا حتى أمركو بحاي وعليهاي ولاسف الدين توك سهر جيدا أنا قانا مويدين يقو حيرو أنا دهان قدق أو بحربانك مشرع حوينك حقوق ذي القدر ريا الدين كسوه الجيدة ها ولا يا تاس بارلا ما كور كين بل مهر كين بقى هدي انت لك كين وبارلا ما كورا هل عشو مركل عدن الرياضي كلام بقصد ترى بيش لك أبو حمل غريب كرا لكن ده أنا بل كين بوع علني سبع علس هذه هذا ما علي كرتو ما علي كرت شرعين ما حيروسات قبلنا أنا حيروسات قصة سؤال قالوا لي علي كرا تسول كل حولي أنا ولي علي كرا وبارلا ما كفيري أنا مرسل واسي منها وحاس لأنه رد دورتي إنه قدومي وحيو قدومينا إنه ورخ النوقيبش
inuu wixii aan isku raacno oo nala ogolaado intaas la waa wataa marka baarlamaanku idinku qudhiina af cad baad ku dhahdeen gudoonkii baad taa diidan oo in sharcigaas laga hadlaba diidan hadduu diidan waxaa ii muuqata ka dabagal dheer idinku inaadan sameyn haddaa samayseenna aad ku daasheen marka soo ma muuqanayso inay marba marka ka dambeysa sii kordhi doonto marka tacdiida haweenka ku dhacaya idinkuna keliya aad dultaagnaan doontaan waa ka xunnahay iyo waxbaan ka bedelaynaa taasna ay u muuqanayso mid danihiina iyo kursigiinaad ku ilaashanaysaan hadda se usoo bandhignay oo miida aan la wadaagnay markoo loola mawadaago laakiin hadda waxaan filaynaa oo idinkana amarkaatina wanaga ka doontaan in hadda saan usoo wixii waa la arkay shalay qofaa la kufsanayay marka waxaa ii muuqata afar far ku turiso xildhibaano marka laga soo reebo inta kale inaysan isku mowqif iyo isku xirnaashidii ku dhexdinaysan jirin waajirtaahaddii jirta maxaa intaan ku keenay xildhibaan in weli gudoon baarlamaan u haysto fiiri si adiga waxaa waaye si oo waxaa jirto qayaano ah tasuurka waa qodobka waa la keenay soo ma yaallo haddaan la soo dhaan baarlamaanka 2015 aan hor akhrinin oo guri mugdi la iskula xiro oo layidhaha wadaadaa la shiro waa diidan yihiin wadaada kale la shiro waa diidan yihiin oo intay soo istaagaan wadaadaha ay leeyihiin muxuu ahay tan sharcigaas waxaa ku jira diintu qof walba wuu yaqaanaa xitaa qudhiidu idinku wadaadadu ma inaad gees u qabsataan miyada la xisaabtano baarlamaankayba joogaan bay mogsantaha wadaad culmi iyo caami inta waa leen maxaa isla xisaabtan ula gala weyseen marka in la dhex keeno soo maaha annaga cilada uu bahalkaan hayso waxa waaye horta lala keena marka sharcigan weli baarlamaanka loo arkay sharci daran ku celshay bosha waa ku weyn karaa xilkiisa mursad iyo maa la socdo kuma kala dooran karnaa waqtigaa celiiri maa iska dhaafteen bu leeyahy anigu waa meeliba mosha ful halk marka wasaaraddu naftirkeeda maad kula xisaabtantaan waxaa ii muuqata marka meesha wasaaraddu iyaduna inay culays u haysto maya wasaaradda iyada waxaa shuqul ku lahay xukuumadda xukuumadda markay hor keentay oo ay ka dhex akhrisay oo lagu celshay oo lala fiirshay oo looyaraa joogaan mogsan tahay ay la qaateen oo ay keentay baarlamaanka annaga baarlamentaariga waxay tahay inaan u ogolaan inay akhriso yaa la rabaa inuu ogolaado gudoonka gudoonka haddii iyo isagoo yaalla intahaa barnaamij la gudbiyo inta barnaamij hadda ku faanayaan waa yiri markaas la gudbinayo dadka lala keena u ahay wasiiradda marka intaasi ku egtaa markay akhrinaysa kii naafada ama muxuu adaka baahiya gaarka qabo waa yiri kana hala hormarshaa la yiri ay soo qor marka anaga tusa waxay muxuu aniga ii xisaabsiya gudoonka inuu jadwal ii suubsho wuxuu dheeraya ma jirto inuu yihaha maal heblaya kanaa la suubinaa bari kanaa la waxaynaa miisaaniddaa la samaynaa kanaa la waxaynaa in marka awood inaadan lahayn ii muuqata marka idinka xildhibaan ahaan anagoo inaa awood leen hoo noo muuqata adayna kuu muuqano haddii awood idin muuqato ma raa meel marin lahaydeen waxaa loo meel marin maba la keenay maba la tusay xildhibaanadee maxaa meel marin laakiin xildhibaana qaaraa sheegaya inta la keeno uu gudoonku yiri tan dib baan ugu laabanaynaa laabashadii la haddee ku maqan tahay shan iyo toban qof ood waa aniga waxaa layga diiday oo baarlamaanka iga diideen gudoonka maadaama dadka la shiraayo ay yihiin comitika saddex qofood saddexdaba ha soo fariistaanaan ah marka maanta aniga haddaan fadhin lahay oo lasoo celiya waa la celaa la yidhaahdo gacantaaga imaan lahay mugsoon tahay waxaa la yidhi shan iyo toban oo min saddexa baarlamaan dhanba waayo war ma aha saasuu qura xataa gudoomiya gudoomiya ku-xigeen iyo xogeyn maahayno xogeynta iyo gudoomiyaha almeyna ha loo ogolaado marka gudoomiya gudoomiya ku-xigeen isu hal shaqla is qabtaan waa la diiday shan iyo tobankan qofood marka afar waa baqnaane haddaan dhowr qofood oo aan qabsado maxaa maba joogin maalinta sane saabdaa kula jiraan mogsoonta marka horta waxaa bahasha la ogaalaha inaan awood leeyihiin baarlamaanka inuun awood lahayn inay in gabdho la kufsada isku raacayaan rag iyo dumar wax meesha jooga waxaa la ogaalaha haddii la hor keeno xataa dadaan akhrinin oo ku dhahay buugu ma haysta isi marka sidaa ugu aamusteen waxa ay culamo dhahday oo culamaa diida la idin yaro oo gudoonka idin dhaha ka hadlina idinkuna waad aqbasheen saad adigu hadda sheegaysa oo inay mila gooni ku shiraan annaga markaan u tagnay waa la keenaa isuga waa la keenaa isuga ahayd sheekada soo horumaray kuwan kale hortaa la horumarsho mar stage bare mogsoota mar waa soo wadaa isuga markaan dambe waaba diraba waayo
waata kale waqtigu isbedeli doona dalkana san ma ahaan doona doorashooyin baa la filayaa idinku waxa laga yaabaa qodhiin inaas bedeshaan oo maanta dad joogto bir aadan joogeynin marka gudoon kala ba imaan doona hadana soo uma muuqanaysa sharcigan marka warigiis wuxuu ahaan doona mid cagajiid ah oo san lagu dhaafay marka ismeer meeris lagu wado waa arki doontaa marka ma dhaafayo wax kale la akhri hadii uu dhaafo talaabada ugu horeysa qaadi doonta maxay tahay ku bixiida baarlamaanka waxa jira koor mowliya baarlamaanka loori lixdan gabdhood haday ka baxaan haddii qaar qabiil xataa ay haraan inta ragoo iraacisa hadda waa iskuba ani dad badanaan ka dhex samaysana waxaan see kuul egyihiin waay waxaan see kuul egyihiin intaas hadday kugu mowqif ahaan weyso lacag lagu siiyo bixitaankooda jooga la dhahanahay maxaad adigu samayn doon yaa siinaya lacagt in xitaa la laaluusho waxba yaa laaluusha wax walbaa dhici kara musulmaan beesa qabo yaa laaluusha dowladda maa dhahaysa yaan sharcigan la gudbin oo bees ku baxayso hay-adama ku bixinayaan yaa ku bixinaa waxyaala wa lagu bixiya jir waxaa jira mooshinka siyaasadda markuu yaha lacag lagu baxshaa mooshinkan ninka damiir leh ninka diido damiirba malebo tan meesha taalla gabadhi diido ka aamusta tiraa masxiixayna damiir malebo marka waxaan meesha ka socdaan loogu hadda puntland hal sanaan sugeyna in maxkamadda la horkeeno waan arkeys labadan wiil walaalo waaye labadayaalna wada dirin intay ka qoran tahay kow maalinta horeysa idinka iyo waxaysa anugu ka maalin joogo saa u farxay ilaahay og somaliya hadday ansaxsheen marka hore waxay ahayd gabadhi ninka hadduu kufsado ha arooso nin shalci kufsada anisaan ula noolaana xeerta jab iyo waxaale meele ku taalna male adduun weynaa inta la toogtaa derbiyaha la sugaa asa qofsaan muxuu ahay shal waadhaa culan badanaa joogta oo saas shal ugu waxay haysaa wata aadaad umaadsanta xildhibaan guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraya barnaamijkeenii madasha shabeelle oo aad ka daawanayseen telefishinka shabeelle anigoo faadumo cabduqaadir xasan ayaa idiin soo saaray oo halkan idinkala socodsiinaya xildhibaanad zahra cumar maalin oo ka mid a mudanayaasha golaha shacabka ayaa igala qayb qaadatay duubista barnaamijka cabdikariin ciise cadaawo ayaa kaga mahad celinaya barnaamijka lamid ataa dib ugu kulmi doono waxaa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo xildhibaanaad umaadsantaha thank you